وأحد ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله الذي جاء لأجله أربعة أمور: تزكية النفوس، يعني تخليتها من الرذائل وتحليتها بمن؟ بالفضائل. فتعالوا إخوتي وأعزتي لنسعى لتحقيق هذا الهدف، هدف رباني هو، وهدف لبعثة النبي صلى الله عليه وآله. كيف أتمكن من الحصول على ذلك؟ الجواب من خلال أمرين اثنين. واحد من الأمرين الطلب من الله عز وجل. أنت كل ما أكو عدك، أنا أوصي نفسي، مو لك أوصيك، العفو، أنت أدرى إن شاء الله. كل شيء عندي أطلب من الله عز وجل. حتى الآن أريد أنزل من هذا المنبر جوا، إيش أقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احفظني. مفروض هيجي أصعد المنبر، اللهم احفظني، ورجلك شوي وانحرفت وقعت على الأرض ويحصل ما يحصل، أو تمشي بالشارع وحينئذ رجلك حصل فيها ما حصل انزلاق، وحينئذ هم تقع ويحصل ما يحصل. فكل حركة وكل سكنة أوصي نفسي أولا الطلب من الله عز وجل. يطلب المؤمن كل شيء، لا تقول هذا صغير أنا أتمكن عليه، هذا صغير. حتى تحضير الدرس لا تقول لي هذا قطر الندى، غلط. أطلب الاستعانة من الله عز وجل، ومن خلال الاستعانة يصير المطلب بسيطا. القرآن الكريم يعلمنا ذلك، وإن يعلمنا دائما لابد من الاستعانة بالله عز وجل. في سورة يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كن من الجاهلين. وآية مهمة، القرآن هذا قاعد ينقله إيش؟ اتعلموا أيها البشرية. وإلا تصرف عني كيدهن، واللهم ما تساعده بشتى الوسائل، شلون ما لنا شغل؟ أصبوا إليهن. فنحن أولا لابد، خصوصا طلاب العلم، طبيعي كل واحد هو يحتاج إلى ذلك، لكن بالأخص طالب العلم يحتاج إلى تجديد رباني في جميع الحركات والسكنات، أي واحد. والثاني عملية التصميم، بعد الطلب من الله أصمم على أن أسير سيرا صحيحا مستقيما معتدلا، ليس منحرفا يمنة أو يسرا. مو بعضهم ما عندهم ترى تصميم، تصميم ما أكو. إذا لابد من التصميم المسبوق بالاستعانة بالله عز وجل.